هو ضبط الإعلام مسألة أساسية وضرورية، وكانت عندنا في الصحافة التقليدية، في الصحافة المكتوبة والصحافة التقليدية عموما، في ما يسمى بأخلاقيات المهنة أو ضوابط المهنة أو الديونتولوجي متاعت المهنة. الآن مع دخول السوشيال ميديا ودخول الإعلام الرقمي تداخلت الأمور، وهي الآن في حاجة أكيدة إلى ضبط معايير المعايير المهنية، ضبطها بشكل جدي، لأنه نحن مع الحرية المطلقة لكن لسنا مع الانفلات. لأنه ما الفرق بين الانفلات والحرية المطلقة؟ يعني عندما تقول حرية مطلقة قد يأتيك أحدهم يقول لك هذا شيء عادي، يعني يختلف عليه الناس، يقول لك هذا شيء والله ممكن، هذا أنا أراه من الحرية، هذا من الحرية أن لا. هو يبدي رأيه. هنا يأتي تدخل مسألة المعايير المهنية. الحرية المطلقة في إطار ممارسة العمل المهني الصرف، يعني لا يمكن أن يكون تعبير عن مجرد تعبير عن الرأي أو فضاءات للتعبير عن الرأي. الصحافة هي محكومة بنواميس وقوانين ومعايير مهنية. جميل. الصحفي حر مطلقا في المنتوج الصحفي في إطار هذه المعايير. إذن لابد من إعادة ضبط المعايير على ضوء اتساع رقعة الإعلام التقليدي، الإعلام عموما ليشمل الإعلام الرقمي الجديد.